التليفون دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك أستاذة عبيدة وأستاذ أحمد وكل السادة المشاهدين، صباح أهلا الخير بحضرتك. دكتورة منار، ازاي حضرتك؟ أمطار في أهلا أغسطس؟ طبعا، على غير المعتاد أمطار شفناها أمس في أغسطس ومناطق كمان شمالية. يمكن احنا كنا بنتكلم إن الأمطار موجودة في أقصى الجنوب، حلايب، شلاتين، أبو سمبل، لكن احنا بالأمس نتيجة مرور السحب المدارية والتوزيعات الضغطية الموجودة معانا في طبقات الجو العليا امتداد مرتفع جوي عمل على سحب سحب مدارية، عملت حجب أشعة الشمس بالأمس في معظم المحافظات الشمالية وأدى كمان لتساقط بعض الأمطار خالص، في بعض الشمس ما الأماكن طلعتش امبارح خالص. بالفعل، وده أدى كمان لانخفاض قيم درجات الحرارة. حسينا إن قيم درجات الحرارة منخفضة بالأمس رغم إن في نسب رطوبة في الجو ونسب الرطوبة لسه مرتفعة بشكل كبير، ويمكن ارتفاع نسب الرطوبة ساعد على سقوط الأمطار في بعض الأماكن، يعني الأماكن اللي كان فيها نسب رطوبة عالية بدأنا نشوف فيها قطرات يعني المطر. هي كانت بسيطة جدا وكانت غير مؤثرة تماما، يعني في أماكن من القاهرة الكبرى شافت سقوط الأمطار وأماكن ما حصلش فيها سقوط أمطار، لكن ده على غير المعتاد. وبالفعل التغيرات المناخية، خلينا نأكد على المعلومة دي، إن التغيرات المناخية بتأثر بشكل كبير. شفناها في فصل الصيف مؤثرة في الموجات اللي احنا شاهدناها في شهر 7 وشهر 6، الموجات الحر الطويلة بالظبط. شفنا كمان الامطار والسيول، احنا مش معتادين على السيول في محافظات الجنوب في اسوان او في صح، بتبقى امطار في الوقت ده بس مش لدرجة سيول. درجة سيول بالفعل، فالتغيرات المناخية بتأثر بشكل كبير. ده على غير المعتاد مرور السحب المدارية في الوقت ده من السنة واللي عملت على سقوط الأمطار واللي متوقع كمان معانا تكون معانا اليوم لكن بشكل أقل من أمس، يعني اليوم لسه النهاردة. مكمل معانا كمان اليوم طب النهاردة. هل فعلا في الفترة اللي جاية الأمطار هتبقى كمان رعدية؟ هي الامطار اللي موجوده في الجنوب امطار رعديه، لكن المناطق الشماليه او القاهره الكبرى، لان احنا كمان عندنا ان شاء الله يوم السبت والحد الجايين فرص الامطار هتبدا على الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، يعني كمان يوم السبت هتكون في اقصى غرب البلاد، يوم الحد هتكون على كافه السواحل المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، لكن الى الان هي امطار خفيفه مش رعديه. بس احنا دكتور منار، دكتور منار، في كام بوست كده او في مجموعه من المنشورات على الفيسبوك كلهم بيقولوا من متوقعين في الارصاد ان الشتاء القادم هو الشتاء الاكثر بروده منذ 30 عام، وبعض الكلام من هذه النوعيه. انا عارف ان انت ضد الفكره دي، بس هل فعلا في بعض التوقعات بتقول ان الشتاء ده هيكون شتاء قارس البروده زي ما بيقولوا؟ لا تمام، احنا الاشاعه دي كل سنه قبل فصل الشتاء بنسمعها ان ده هيكون هو الاعنف وهو الاكثر بروده على الاطلاق، لكن الكلام ده غير صحيح تماما. احنا لسه قدامنا يعني تقريبا حوالي 4 شهور على ان احنا نبدا نقول توقعات لفصل الشتاء، احنا لسه عندنا فصل الخريف، وبعد كده لما نقرب من فصل الشتاء نبدا نقول التوقعات الموسميه لفصل الشتاء. واللي متوقع يعني احنا حتى بنقول ان هو هيكون زي شتاء الاعوام الماضيه، لكن مع التغيرات المناخيه قد يشهد فيه بعض الحالات الجويه اللي نشوف فيها تطرف مناخي، زياده في معدل الامطار، وده طبيعي نتيجه التغيرات المناخيه اللي اثرت على كل الفصول. الفتره اللي جايه هنبدا كمان تدريجي نحس بالتحسن في الاحوال الجويه، يعني احنا خلاص بدانا نحس تدريجي كمان خلال الايام اللي جايه مع بدايه شهر 9، هو لو تحسن طفيف بس بدايه تحسن في الاحوال الجويه حتى نقترب من فصل الخريف اللي معروف ان هو موسم السيول في جمهوريه مصر العربيه بالشكل الفعلي، يعني احنا كمان في نهايات 9 وشهر 10 و11 اللي هم اشهر الخريف هنشوف السيول بشكل مؤثر في بعض الاماكن من سلاسل جبال البحر الاحمر او سيناء او محافظات الصعيد. طبعا بالفعل نتيجه فروق درجات الحراره ما بين الوقت التالي وطبقات الجو العليا ممكن نشوف بعض العواصف الرعديه في فصل الخريف تحديدا، لكن الخريف معروف كمان ان هو ربيع جمهوريه مصر العربيه بسبب الاعتدال في قيم درجات الحراره اللي بنشوفها في اغلب ايام فصل الخريف. طب الرطوبه يا دكتوره منور مكمله معانا قد ايه؟ هي الرطوبه هتبدا تقل او احساسنا بوجود الرطوبه هيبدا يقل بشكل تدريجي، يعني احنا في بعض الايام اللي هيكون مؤثر علينا فيها منخفضات جويه في طبقات الجو العليا زي يوم السبت والحد الجايين احساسنا بنسب الرطوبه هيبدا يقل، هيبدا يقل بشكل تدريجي حتى بدايه فصل الخريف ان شاء الله 22/9 عشان نبدا نحس ان نسب الرطوبه قلت تماما، يعني تدريجي لحد نهايات 9 هنبدا نحس ان نسب الرطوبه بدات تقل باذن الله. ايوه عشان نتنفس. دكتوره منار غانم، عضو المكتب الاعلامي للهيئه العامه للارصاد الجويه، بنشكرك.